بنتے شوکت علی گنائی اس لڑکی سے پوڈکاسٹ ون کرنا محمد عرفان صاحب لون ابن محمد شفیع لون سے بھائی بس 13 لاکھ روپئے یتھ من 1,28,000 چھمن زیور 1,72,000 چھمن گیم اوور بعدس میں ادائی کر اچھا لڑکی پوسٹ کیا بول سکتے لڑکی مشین کا قبول لڑکس محمد عرفان لون ابن محمد شفیع لون یمس خاطر آئی اجازت ہس لڑکی کو قبول الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص ما فانه لا يضره الا نفسه ولا يضر الا شيئا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والأرض والجبال والجبال فابين أن يحملنها ونسأل الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ونسأل الله أن يجعلنا ممن يطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني محمد عرفان لون ابن محمد شفیع لون تہ نکاح چون کر عطیہ بطول بنت شوکت علی گنائی سے بائی وز 13 لاکھ روپیہ یتھ حق مہر مہر معجل یتھ من 1,28,000 اور غیر معجل یتھ من 1,72,000 کیا تھی یہ نکاح قبول تھی یہ نکاح قبول جی اس لڑکی ہند ناؤ عطیہ بطول بنت شوکت علی تم سہ نکاح چون کر تھی 1,28,000 مہر معجل اور 1,72,000 غیر موجل کیا تو چھو نکاح قبول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد امين اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في الرزق والامن والحسنات اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا ارحمنا انت مولانا فاصلنا وقنا الكافرين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فاصلنا وقنا الكافرين اللهم بارك لنا في الرزق والعمر والحسنات اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اجب الباس رب الناس يشفى انت شافي لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما يا ارحم الراحمين يا الله ربنا كما فرما يا الله امين ختم كما فرما يا الله بڑے صغیر کبیر تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے حال پر رحم کا عافیت کا عفوت کا کرم کا درجہ کھانا فرما یا اللہ ہدایت کی فلاح عطا فرما یا اللہ نے ولی آفتوں بلاؤں مصیبتوں تکلیفوں پریشانی سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ ہم گنہ گار ہیں خطا کار ہیں سیاق بندے ہیں یا اللہ تمہاری تمام غلطیوں کو معاف فرما یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس وقت جو نکاح کی مجلس میں ناقد ہوئی اس نکاح کو قبول فرما یا اللہ 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 اس
علي فرمان يا الله مستطاع فرمان تمام شرور التنسيق فاز فرمان يا الله دونك خندنوك رقص محبتي نسي فرمان يا الله محبتي نسي فرمان يا الله منافقين كني فاز فاز فرمان يا الله هاستن كاس سي فاز فرمان يا الله شرورك شرسي يا الله دونك فرمان يا الله هم سبت تمام هذا كبرى فرمان تمام جاي تمنونك كبرى فرمان صلى الله على الاخير خلقي محمد وعلي واصحابي اجمعين برحمته.